استاذ استاذ انا باشا حضرتك بطاقتك وبطاقتك في حاجه يا باشا؟ لا مفيش حاجه. انت عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. شايف مشكله يعني؟ لا لا يا باشا خلاص وريني البطاقه. حاضر يا باشا. يلا يا حبيبي. يلا يا فندم. اخلع النقاب. يعني ايه يا باشا تخلع النقاب؟ اخلص احنا لسه هنرغي. لا طالما مش هنرغي بقى يبقى ما ينفعش تقلع النقاب. ما تحضرونا يا جدعان. الباشا عايز الحاجه تخلع النقاب. ينفع كده؟ يا حرام يا باشا ما ينفعش. احنا منكم وانتم مننا. يا ريت بلاش تدوس على بعض قوي كده يا باشا. لو سيادتك مصمم تشوف وشها يبقى جيب واحده ست عشان تشوفه مش نايه تخلع النقاب. اظن ده القانون سيادتك. شكرا سلام عليكم. خلص عملت شويتين. هاتوا للبي واحدة عشان تشوف الأستاذ. كده عداك العيب سيادتك. اطمنت يا فندم؟ تمرينا بحاجة تانية يا ست الكل؟ تمر بحاجة تانية يا باشا؟ طب سلام عليكم. أنا بقى يا باشا اتفضل يا حاج. يعني إيه؟ أنت مش قلت لي هتحضرني العيال دي ولا هو كلام نسوان؟ لا يا حبيبي ما تكنش. شوف لي مين العيال دي ومين وزهم عليا. يلا. إحساس جميل إن الواحد كده على الصبح يشوف النيل قدامه فبيبدأ يومه وهو مشرق. طبعا حضرتك أنت بتتكلم كلام صح جدا. أنت ما تعرفش مقولة إن مصر هبة النيل. سعادتك لفيت في المكان كويس؟ سعادتك عندنا مطعم تحت بيعمل فطار إنتر كونتيننتال ما حصلش. ولو سعادتك يعني بتحب السهر مع المدام بقى غير المدام عندنا نايت كلاب تري شيك هتنبسط فيه أوي سعادتك. اللي احنا ممكن ناخدك عندنا وسهرك سهرة عمرك ما تنساها ابدا. فين حضرتك؟ هو حضرتك عندك نايت كلاب برضو؟ شفت يا اخي خدتني في دوكة. هو النيل المنعش نساني. معك العميد احمد الديب من الامن الوطني. امن وطني خير سعادتك. يا ابو سيدي انت بخيل ولا ايه؟ بتقول لي اتفضل. لا يا باشا مكانك ومطرحك طبعا اتفضل. هي بس يعني الزياره جت فجاه حبتين. لسه متجوز اخت رحيم؟ اطلعها سعادتك لو تامرني. لا يا عم ربنا ما يجعلنا نخرب بيوت ابدا. انا بطمن بس. انا عارف ابو السيد انك ضربت على املاك رحيم. بس رحيم مش هيسكت. ها؟ طبعا هيدور على حقه. وانا حاسس ان موت امينه بسبب موضوع املاك رحيم. سعادتك تقصد ايه يعني؟ تقصد ان رحيم هو اللي قتلها؟ يمكن. لا طب ما دام رحيم بقى بيطوع في الخلق كده يا باشا انا بستاذنك يا باشا تعين لي حراسه وانا تحت امرك في اي حاجه. وعين لك حراسه ليه؟ هتبقى عضو برلمان ولا هيمسكوك وزاره؟ يا باشا الروح غاليه ورحيم مش هيسكت وانت سعادتك قلتها ده ممكن يقتلني. بالظبط. يبقى انت من مصلحتك ان رحيم يرجع السجن تاني. انا بقى ما يهمنيش غير اعرف موضوع عزت. عزت ده بقى كان بيتكلم مع امينه قبل ما تتقتل. انا عارف انك قريب من امينه ولا بقى ما كنتش تخليها تقعد معاك وانت بتتفق مع خميس الونش. خميس؟ خميس مين يا باشا؟ الونش. الونش ابو السيد. على فكرة أنا ما يهمنيش موضوع استغلال خميس عشان رحيم وبتستغله إنه يعمل حاجة في رحيم يعني. مش بتاعتي. أنا اللي يهمني عزت. مين عزت؟ يا باشا أنا ما أعرفش حد اسمه عزت. وأقسم بالله أنا لو أعرف أقول لك على طول. بعدين أمينة عندها شركة كبيرة وعندها مليون عميل. ما يمكن اللي يكلمها واحد من العزت اللي بيكلموها. كانوا بيتكلموا عن رحيم. عن رحيم. أنت متأكد يا باشا؟ اه لا لا
متأكد انتوا ده باشا كل حاجة بتعرفوها، بس انا باشا يعني بتاعك على العبد الفقير هتقصالك، بتاعك وبتاع البلد. ولو عرفت حاجة عن عزت يبقى كلمني، قصدي هكلمك على طول اقولك كل حاجة يا باشا. انا هخبي عليك انت؟ الماس ده يا ابو السيد؟ ما اغلاش عليك يا باشا. بقول سعادتك ايه؟ ما تعرفناش حد مقرفه في موضوع الحراسات ده. نورت يا باشا. مكانك ومطرحك. نورت. مكانك ومطرحك يا باشا. الله يخرب بيت رحيم وسنين رحيم. تاليا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. ايه اللي حصل؟ بابا أنا تعبانة قوي وحاسة إني هيغمى عليا، ممكن أنام ولا لما أصحى نتكلم؟ طبعا طبعا أنا حضرت لك الأوضة، اتفضل. تعالي يا حبيبتي. سليم سلمي، عارفة مين دي؟ عارفة دي داليا. اسمها قبلة داليا، عيب كده. سيبها براحتها. ايه ده ما شاء الله كبرتي قوي. ما انت ما شفتهاش من 9 سنين. هو ده بسببي برضو؟ سليم سيبي اختك تستريح وتعالي حضر لها لقمة. بابا بجد ماليش نفس، انا تعبانة قوي مش عايزة اكل. معلش لقمة سريعة كده. انا حضرت لك هدوم من عند ماما ترانيم. ميرسي يا بابا، بس بص انا جبت معايا شوية حاجات. ميرسي. طيب على اذنك. يلا رانيم. راجع لك تاني يا دل. ماشي ما تتأخريش. رنيم عايز اقول لك على حاجة. اوعي تقولي لأي حد إن داليا هنا، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا. أيوة داليا أنت فين؟ إحنا خلاص خارجين من الحارة أهو. خليكي عنده، ما تتحركيش لما اقولك، مفهوم؟ خلي بالك من نفسك. باي باي. وهي هتروح على فين بقى دلوقتي ان شاء الله؟ نعم لما تكبري هبقى اقولك. على فكره انا الموضوع بدا يعصبني بجد. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وبعدين مش من مصلحتك انك تعرفي. هو في شغل مخابرات ده؟ تحبي اجيب لك ايس كريم؟ ايس كريم ليه؟ عندي 10 سنين. ما تجيب لي باربي احسن. أنا آسف يا مدموزيلين، تعالي أعزمك على الغداء. بجد؟ لا أنا كنت عايزة أتشيك كده ويبقى شكلي حلو، أكيد مش هروح معاك بالمنظر ده. خلاص نأجلها ليوم تاني. لا ليه؟ أنا أصلا عجباني العباية جدا. يلا يلا بينا. يلا طب أحمد وصل لأي حاجة في موضوع عزة ده؟ لا لسه ما عليك.